وبعض الاحتفالات اللي تم او اللي احتفلها بالظبط دي مكوينة نفسه، اعتقد ان يعني الحاجات دي احنا اتعلمناها من جوزيه مثلا. بالظبط يعني جوزيه تحديدا، معلش خلينا نروح لاحمد في النقطه دي لان احمد حضر ال كنت في وقت صفاقس؟ لا احمد ما لحقش صفاقس، بس يعني جيت بعد صفاقس ياما بعدها حصلت. انا اقصد اقول لك انه موضوع الاحتفالات ده تحديدا يا احمد كان بالنسبه لي وبالنسبه للجيل بتاعي علامه فارقه في حاجات كتيره جدا. بص يا كابتن اسلام، انا مع احترامي يعني لكل الكلام اللي بيتقال على صن داونز، انا الاهلي، انا شخصيه الاهلي، انا بشوف ان المشكله هي المشكله كانت عند النادي الاهلي مش عند احنا بنلعب مين. انا دايما في النادي الاهلي بلعب فريق كبير فريق صغير ايا كان اسمه، انا النادي الاهلي، انا عندي مفاتيح لعب، انا عندي استراتيجيه لعب، انا عندي من اقوى المدربين على مستوى افريقيا، هي دي شخصيه الاهلي. لكن المشكله ان اداء النادي الاهلي في مباراتين سيمبا ومباراه سان داونز، المشكله عند النادي الاهلي مش عند احنا بنلعب مين، ان الاداء مش هو الاحسن حاجه اللي احنا كنا بنلعب بيه. لكن مع احترامي لفريق سان داونز ومع احترامي، انا شايف ان كل الناس من دي سان داونز اكبر من حجمها بكتير. أنا جدا معاك في ده بكتير جدا، فريق كويس لا نقلل يعني، هو فريق كويس جدا يا كابتن اسلام. انا بص، اصل الاهلي مش هيلعب نفسه، النادي الاهلي مش هيلعب نفسه، هيلعب انا بشوف ان حتى فريق الوداد اقوى من سان داونز بكتير. سان داونز عنده مشكله ان هو مش فريق بطوله، مش فريق ما عندهوش شخصية مقومات البطل. ما عندهوش شخصية البطل، ما عندهوش مقومات البطولة. هو فريق يلعب كويس جدا، وده ظهر حتى في آخر المباراة، هو بدأ ينقل الكورة ومش مصدق ان هو كسبان نادي الاهلي. يعني فرحة يعني المدير الفني بعد المباراة هنا كابتن، دي شخصية البطولة. النادي الاهلي لما بيجيب الاول بيدور على التاني وبالتالت وما بيفرقش بيلعب مين. دي اللي انا بتكلم فيها، لا المباراة دي المباراة يعني ده كان وصل فاينل يعني الكلام ده كده كسب الفاينل. هو ما حدش في الدنيا بيعمل كده صحيح. وهو لسه عنده مباراه ثانيه كويسه كابتن، يعني ده اللي خالد كان يقصده، هم بقى عايشين على كده. عشان بقى يعني هو بالنسبه له انجاز. انا بقول احط الصور دي قدام لعيبتي، حافز للعيبه ان اولا الفريق ده ما ينفعش بعد النتائج اللي حققها معايا يكسبني او يعدي من خلالي. ما ينفعش الراجل ده كده. انا اقتنع بكلامك ماشي. طب ما ده اللي قلته من الاول. لا لا قلت كده بس ماشي، قلت كده مفيش مشكله. ما ينفعش الراجل انه يحتفل وانا حقه انه يحتفل بالمناسبه. حقه لا مش قصدي، ده كسبان الاهلي بالظبط تمام. ويعني في مباراه في ناس قالت كده يعني صح زي ما انت بتقول.